ترجع له تابع العملية دريس المعيسي خطير التحذير تسديد سعد بقير وهدف الهدف هدف التعادل على طريق سعد بقير تسديدة يسارية قوية من سعد بقير هدف التعادل لصالح الترجي في الدقيقة 18 هاي الإعادة إدريس المعيسي حذر بقير باليسار سدد على يسار حمزة عدالة هدف لهدف قوية التسديدة من سعد بقير الترجي يعدل النتيجة في الدقيقة 18 من الشوط الثاني هدف لسعد بقير بعد تحذير من في الدقيقة 18 من الشوط الثاني عن طريق سعد بقير هاي إعادة لهدف تعادل نتاع سعد بقير في الدقيقة 18 من زوايا مختلفة هذا كان هدف التعادل 1-1 ثم أضاف الترجي